معايا أستاذ عبد الرحمن مغربي. أستاذ عبد الرحمن مغربي هو أحد المتضررين من القرارات الجديدة، وهو مدرس فلسفة. يا مستر عبد الرحمن، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، أهلا بيك، شرفتني. أهلا بحضرتك يا فندم، و ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. أنا محتاجة الشرف لي. أسمع منك وقول لي بكل حيادية. أنا عارفة إن أكيد الخبر ما كانش ألطف حاجة عليك وعلى كل زمايلك. أكيد يا فندم. قول لي أنت شايف الوضع إزاي؟ طيب أنا هنشوف الوضع من ناحيتين. الناحية الأولانية ناحية هتكلم طبعا عن تخصصي، محتوى المادة اللي تم حذفها من طالب ثانوية عامة. لو جينا بصينا بصة كده، إحنا كنا بندرس إيه في ثانوية عامة؟ أنا كنت بدرس للطالب مثلا في علم الاجتماع، المنهج بيتشال من عليه ثقافة العمل الحر، اللي هي تعتبر شيء أساسي في بناء اقتصاد بيتحرر وبيكون أكثر رأس مالية. فأنا مطلوب مني أكون عندي بيزنس، عندي مشروع، فأنا بدرس له ده من الألف للياء، بكلمه عن قضايا محيطه بيه او تحديات بتحيط بيه، ابرزها العولمه وسلبياتها، وبعديها التطرف والعنف والارهاب اللي احنا تقريبا عايشينه كل يوم. بساهم في تكوين فكره وتكوين شخصيته انه يعرف ازاي ينبذ ده او يرفضه. بكلمه عن يعني ايه عمل تطوعي، عمل تطوعي للمجتمع احوج اليه كل يوم. اجي من الناحيه النفسيه بكلمه عن ايه شخصيته، طب يعني ايه مراحل النمو اللي بيمر بيها، طب يعني ايه واجه مراهقه وايه اللي بيحصل له في المراهقه وازاي يطلع شخصيه يعني كويسه من عنق يا أستاذ عبد الزجاجه. الرحمن، أنت شايف إن المنهج اللي اتلغى ده هيسبب ضرر على الطالب، طبعا وهو كان بيفيده أو بيبني مستقبله أو اكيد بيبني طبعا، شخصيته؟ من ناحيه المحتوى العلمي، ونفس الامر في على الاتجاه الاخر في الفلسفه وفي المنطق. انا بعلمه ذكاء اصطناعي وتاثير المنطق او دور المنطق في بناء تكنولوجيا الحاسوب والذكاء الاصطناعي، بكلمه عن قضايا البيئه، بكلمه عن العمل، مطلوب ان الانسان يعمل ازاي ويتقن مهنته ازاي. انا طيب، فندم منهجي اسمه فلسفه في ناس تطبيقيه. هتقول ما المناهج دي ما بتدرس لطلاب مدارس الانترناشونال، ورغم طيب يا ذلك فندم، عندهم ما عندهمش مشكلة والدنيا ماشية عندهم عادي، وان الطالب او ما بتضافش كمان للمجموعة، والطالب هو المتضرر هو واهله من كم الضغوط عليهم بمواد كتير جدا جدا ومش قادرين يلحقوا. من الناحية المادية يعني أو من ناحية كم طبعا المعلومات؟ من الناحية المادية ومن ناحية الضغط. والفرنساوي كلغة تانية اتلغى، وهو وانا شايف انا شايفة ان هو اصلا ان الوزير كان مبرره نركز على اللغة الأولى، اللي هو أصلا الطالب ما بيبقاش متقنها. تمام، بس انا ايه المشكلة ان انا يعني انا لما افضي الساعة او الساعتين اللي كانوا في يومه للغة الفرنسية، هل ده المبرر الأساسي اللي هيخليه يتقن اللغة الإنجليزية؟ طب انا ليه مش باصص لناحيه ان هو كده كده اوريدي معاه الانجليزي من اول ما كان في ابتدائي لحد الثانوي، يعني فرصه اتقانه طالب مجتهد وعايز يتقن هتبقى موجوده، وفي نفس الوقت بسنده بلغه ثانيه بعد كده يطلع يعرف يخش كليه ألسن، يخش كليه تربيه، يتخصص ما في هو اي مستر حاجه عبد باللغه. الرحمن اللي انت قلته هو موافق لكلامي، هو ما كانش تمام، متقن الانجليزي طول السنين دي، لما ضيف له الفرنساوي اذا كان هو ما قدرش يتقن الانجليزي خلال سنوات كبيره هو خدها فيها، هيقدر يتقن الفرنساوي لما ضيفه له طب من ما اول اعدادي او من اول ثانوي؟ طيب انا اشوف بقى المشكله ليه ما اتقنش، اشوف من البدايه ما تاسسش صح، ليه مدرسه ما اشتغلش معاه كويس، ليه هو نفسيا ما فهمش ازاي، هو عقليا ما فهمش ازاي. انا عندي مشكله اكتر من ان انا مديله لغه ثانيه. يعني يا فندم احنا هننزل ارض الواقع، لا، في مشكله ان الطالب مش متاسس صح في البرايمري او في الابتدائي يعني بتاعه، قصد متاسس حضرتك صح. ان انت نتمنى ان كل الطلاب يتقنوا اللغه الاولى واللغه الثانيه. هو يتقن الاثنين، ايه المانع؟ ما احنا بنقول النهارده يا جماعه اي بيزنس بيطلب مثلا موظف بيقول له معاك كام لغه، انا بساله الف في بيزنس انت بتعرف تتكلم كام لغه وايه مستواك؟ طب لما انا كده كده عندي مشكله في اللغه الاولى، شيل اللغه الثانيه مش هو الحل، لا، هو الحل ان انا اشتغل على نفسي وانا كاداره عليا اشوف المشكله فين وابدا اعالجها. ومن ناحيه ثانيه انا يا فندم عندي عجز في مدارس او عندي عجز في مدرسين. طب انا دلوقتي شلت اللغه الثانيه من التعليم الاعدادي والتعليم الثانوي، اصبح عندي الاف مؤلفه من مدرسين اللغه الثانيه قاعدين حرفيا على دقه احتياطي. طب ما ده عبء، يعني حضرتك الناس دي ليها مرتبات ومش تعمل حاجه، انت حضرتك ما حلتش ازمه، انت صنعت ازمه. طيب كلمني عنك بقى وعن حال مدرسين كتير حواليك، طيب اكيد زمايلك واصحابك. هنتكلم بشكل واقعي يا فندم عشان ما نزوقش الكلام. يا فندم انا وزي الاف، انا يا فندم تربوي بتقديرات امتياز وتقديرات جيد وخبره في المجال ومش متعين. قيس عليا الاف مؤلفه من المدرسين، الاف مؤلفه من المدرسين. طب نشاطهم كان الاساسي في ايه؟ السنترز اللي مفتوحه مثلا تحت اشراف جمعيه خيريه خاضعه لوزاره التضامن الاجتماعي، او جمعيه شرعيه مثلا بتعمل تعليم فصول تقويه للطلبه بشكل خيري وبشكل مبسط في المصاريف.
احنا يا فندم بقينا ده نشاطنا او ده تعليمنا او ده شغلتنا الموازيه اللي انا خلاص لقيت في نفسي وما بقتش عبء، مش بروح كل يوم انزل اقول له عيني عيني عيني. اه فانت عملت لنفسك اتجاه تاني عشان تقدر تعيش وتفتح بيت مع ان ده. طب حضرتك معايا ان ده ممكن كان يبقى مرهق لاولياء الامور، او ده خلى ان في مدرسين ياثروا في المدارس نتاج ان ما انت اصلك انت كده كده بتاخد درس خصوصي بره، حتى الطالب بقى يهمل المدرسه. طيب بيئه المدرسه اللي فيها مش جذاب ونخليه جذاب، يعني نجيب العمليه واحده واحده، اخلي بيئه المدرسه مش جذابه. سؤال بسيط جدا، هل الطالب عنده رفاهيه اختيار مدرس فاهم منه او مش فاهم منه في المدرسه؟ عنده دي يا فندم؟ لا ما عندوش. ما عندوش، هو لقاها بره. هو لقاها بره، فدي حريه. طيب ايه تاني مش جذاب في المدرسه؟ هل يا فندم معلش عنده مرافق ادميه في المدرسه؟ يعني انا عارف يعني حضرتك شايف ان لو هو كان موفر له الجو الصحي في المدرسه كان هيبقى حابب يروح وحابب انه ينتظم. يا فندم انا عندي مشكله جوه مدرستي اعالجها، اقسم بالله اتمنى حاجتين، والله اتمنى حاجتين، اتمنى اعين الناس اللي قاعده في الشوارع حرفيا مش لاقيه شغل وكلهم تربويين، وبخلي بيئه المدرسه بيئه جذابه زي ما احنا كنا بنعلم طلابنا في مناهج كده علم الاجتماع، خلي بيئه المدرسه بيئه جذابه. اخر حاجه يا استاذ عبد الرحمن، قول لي انت حضرتك او بتتمنى ايه، او بتتمنى ايه اللي يحصل في تغيير القرار ده عشان حالكم انتوا كمدرسين، فجاه صحيوا من النوم لقوا في مواد اتلغت وده هيأثر اكيد على حياتكم. طيب كلها والله يا فندم عشان ما اطولش على سيادتك، احنا في اكثر من حل مقترح. انا ايه المانع لو ماده الاحصاء مثلا على طالب الادبي ضروريه جدا، ايه المانع ان انا ادمج فلسفه وعلم نفس في ماده، اخد الموضوعات الفعاله والمؤثره في شخصيته واحطها، وادمج جغرافيا وتاريخ في ماده يبقى انا كده مسكت العصايه من النص، وادخل الجيولوجي مع الاحياء في ماده يبقى انا مسكت العصايه من النص، واخلي اللغه الثانيه انها تفيده حتى كنوع من الثقافه اللي هتاهله بعد كده انه يستمر فيها. انا بشكرك يا مستر عبد الرحمن، بشكرك شكرا جزيلا، وجهه نظرك تحترم طبعا. انت هنا بتتكلم عن عمليه دمج بدل ما نلغي، هو بيقول ندمج المواد، يعني نحطهم نخلي المادتين في ماده واحده زي ما هو قال كده، الاحصاء تبقى وعلم النفس والفلسفه كجزء، الجيولوجيا سي تدخل مع المواد العلميه ككيمياء او فيزياء، بحيث ان الناس دي تعيش وتشتغل ويفضل برضه بيوتهم مفتوحه. ده طبيعي ودي هتبقى وجهه نظر المدرسين لان هم وقع عليهم ضرر، لكن اكيد برضه في اولياء امور كتير شايفين لا احنا كده مبسوطين واللي حصل ده احسن، وفي الاول وفي الاخر مصلحه الطالب هي اهم من اي شيء تاني، مصلحه الطالب هي المصلحه العليا اللي هدفنا كلنا ان الطالب يبقى بيتعلم كويس، بيبقى قادر يجيب مجموع كبير في الثانويه العامه، يقدر يلتحق بكليه بعيدا عن الكليات الخاصه اللي بفلوس كتير، اكيد هي دي المصلحه اللي كلنا بندور عليها. عشان كده هستقبل مكالماتكم ومحتاجه اعرف راي الاهالي هم كمان في القرارات الجديده.